خير يعني يطلعون هناك هذا مرة يعني. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا لهذا اليوم حول ملف النزوح. فبعد أن أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إنها ستغلق آخر مخيمات النازحين من الحرب على داعش في مدينة الموصل خلال أقل من شهر، بدأت الخطوات الفعلية بغلق ما تبقى من المخيمات في المدينة رغم وجود بعض المعرقلات، ولكن الحكومة الحالية جادة في برنامجها. فكونوا معنا في تغطيتنا حول ملف النازحين وعودتهم. في بدء الأمر نحن قمنا بافتتاح دائرتنا بعد فترة النزوح أو احتلال داعش لمناطق سهل النينوية في تاريخ 1/8/2017. بدورنا قمنا بتسجيل العوائل العائدة في مقرات النزوح أو في مناطق نزوحهم، وقمنا نحن بتسجيل العوائل وإدخالهم في قاعدة بيانات. في بعد الأمر كنا ليس لدينا حاسبات في ذلك الوقت، فبدعم المنظمات ومقر الوزارة دعمنا بتلك الحاسبة وقمنا بإدخالها في قاعدة بيانات وإرسالها إلى مقر الوزارة. في بعض الأمر نقوم باستقبال العوائل العائدة من مناطق النزوح بتسجيلها. بدورنا نحن نقوم لدينا استمارات خاصة ونطلب منها المستمسكات الأربعة ومضبط المختار وختم مركز الشرطة وقائم مقام أو مديرة الناحية وكتاب العودة. إذا كان ليس لديه كتاب عودة نحن نقوم بإرسال بكتاب رسمي إلى فرع النزوح لكي يزودنا بآخر أحداث آخر إحصائيات العودة. هل مشمول فقط مناطق القضايا الحمدانية والنواحي التابعة لمحافظة مركز المحافظة؟ لا فقط قضاء الحمدانية، منها بعشيقة وبرطلة وناحية النمرود. ممكن تعطينا أعداد العوائل المحددة العائدة من النزوح سواء كانت في قضاء الحمدانية وبرطلة وبعشيقة بالأرقام إذا أمكن؟ إحنا العوائل المسجلة لدينا في قاعدة بيانات حالياً 42,756 عائلة. فتريد مفصلة تكون حمدانية 9,331 وبرطلة 12,723 وناحية بعشيقة 17,901
وناحية النمرود 2791 العائدين كلي المسجلة في ضمن قاعدة بياناتنا. بالنسبة عودة الجد والله نسبة العودة حاليا تقريبا 80%، يعني أغلبية العوائل التي تسكن في محافظات النزوح لديه عمل هناك، يعني منه كان موظف أو كان عامل أجير بسيط، فيقول نفس المعاناة، يعني اللي كان قاعد هنا إيجار أو ساكن بمحافظات أخرى من إيجار، ويقول أنا أشتغل هناك أحسن لي. والله حاليا احنا خطه الوزاره تقوم باستقبال العوائل النازحه لانهاء ملف النزوح وتسليمهم منحه العوده 1.5 مليون والبالغه 1.5 مليون. سبب اكو قسم اغلبيه بيوتها مدمره وما عندها امكانيه تصلح بيتها، قاعد هناك يقول اني قاعد لي مثلا مخيم او كرفانات قاعد مرتاح ونفس ما يدفع ايجار ويشتغل عامل هناك، فما يقول اني ظروفي صعبه اذا ارجع. هل الظروف مهيئه هنا لعوده العوائل من حيث الخدمات وكذلك توفير الامان موجود؟ يعني موجود الامان متوفر والخدمات موجوده، الكهرباء متواجد والماء متواجد، حتى الشوارع يعني تبلطت كلها، ماكو يعني خدمات زينه. بالنسبه لدور حاليا احنا كمخيمات في سهل نينوى او التابع الى مكتب الحمدانيه لا يوجد لدينا مخيمات، كان عندنا ثلاث مخيمات في سلاميه، وقامت الوزاره برنامج حكومي قامت بغلق الثلاث مخيمات بتاريخ 21/1/2021، وقامت بغلق الثلاث مخيمات التي كانت من ضمن نطاق عمل مكتب الحمدانيه. حاليا متواجد مخيمين في الموصل، وهذا ما عايد لنا، عايد فرع نينوى، مخيمات جذعة 1 وجذعة 5. ماذا تضم هذه المخيمات؟ تضم عوائل ساكنين بها ما عندهم، يقول احنا مثلا العوائل التي تسكن في غرب نينوى وهي مناطق يعني لا يصلح للعيش حاليا، ومناطق ما بها خدمات هناك. موجود يوجد لديهم دورات تأهيلية وتثقيفهم لكي حتى يتعايش ويا الوضع اللي راح يطلع خارج المخيم. سؤال أخير، دعم استقرار النازحين من قبلكم أو قبل الأخير من خلال السلالات الغذائية، هل مشروعكم مستمر وكيف وكم قدمتم من السلالات الغذائية للعوائل النازحة من أجل دعم الاستقرار؟ احنا من يوم اللي فتحنا الدائرة لحد هالسنة مستمرين بتوزيع السلات الغذائيه، بس هسه لضيق الظروف الماليه لوزارتنا فسنه 21/22 ما وزعنا، اما 18/19 و20 و21 وزعنا للعائدين، بس هسه الظروف الماليه لوزارتنا تدري موازنه ماكو، فشويه يعني قله تخصيصات. منحه العوده مستمرين الى حد هسه، احنا وزارتنا اطلقت الى حد هسه 20 وجبه، وحاليا اللي مستلمين في سهنه 10662 عائله مستلمه منحه 1.5 مليون. هناك تذمر من قبل بعض العائدين لانه منحه العوده لحد الان مضى عليه اكثر من 4-5 سنوات لم يستلموا، ما السبب؟ قله التخصيصات لوزارتنا واعداد كثيره.
هناك الآلية العمل اللي عندنا لعدد العوائل العائدين حاليا 42,756 عائلة موجودة، وتم ارشيف اسم الارشيف ارشيف الكترونية على شكل نظام الحاسبة، وتم ادخالهم بالارشيف الالكترونية وبالكامل ومنجزة معاملاتهم ان شاء الله. يعني آلية العمل استقبال النازحين ماذا تعملون في البداية؟ أول شيء نستقبل العوائل اللي موجودة في مناطق النزوح للسكن والمناطق الأخرى، ويتم تأجيم من قبل موظف استعلامات، ثم يتوجه إلى قانونية، وكذلك يتوجه إلى قسم الرصد الميداني، ويتم فلتر البيانات، ثم يطلع الآلية بالتوزيع إلى جميع الأقسام، ثم الإدخال إلى أرشفة الإلكترونية. الأرشفة الإلكترونية تشمل كل العوائل النازحة في المنطقة؟ أي نعم. من هم العوائل؟ العوائل العائدة في مناطق سينينوى، هم بتبع من ناحية البرطلة، ناحية بعشيقة، وناحية النمرود، وكذلك قضاء الحمدانية. هل هناك عوائل قد عادت في خلال الأيام القادمة؟ هل هناك عددكم؟ نعم، موجودين حاليا ما يقارب 803 عائلة تم استرجاع إلى مناطقهم الأصلية. العوائل العائدة هل تقومون بتقديم المساعدات لهم أم لا؟ حاليا احنا ما عندنا اي شغله يعني مثلا مساعدات لحين، ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله نحاول قدر الامكان بغرض الميزانيه 2023، ونحاول ان شاء الله نحصل موافقه من قبل معالي الوزيره سيتيفان على توزيع مساعدات غاثيه للعوائل العاده في مناطق سينينوى. هل الحكومه تدعم دائرة الهجرة والمهاجرين وكذلك وزارة الهجرة؟ اي نعم، موجود دعم من جميع الجهات، اول شيء من الجهات الأمنية، وكذلك من جهات المعيلة من مجلس القضاء والمحافظة في ومؤسسات الحكومية، وخاصة من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين. ملام لوقع عالمي بدا بسم الله الرحمن الرحيم. ملف النزوح في العراق بصراحة ملف شائك وصعب جدا. الأقليات تعرضوا إلى نزوح، 98% من الأقليات كانت نازحة أبان سيطرة داعش على مناطق ساحل نينوى، ولكن بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية تقريبا الأقليات أغلبهم عادوا ما عدا الإخوة اليزيديين لحد الآن موجودين في مخيمات النزوح. الحكومة الجديدة هناك يعني مبادرة جيدة من قبل الحكومة بإغلاق هذه المخيمات، ولكن هذه عند إغلاق هذه المخيمات تحتاج إلى بعض الأمور على الحكومة أن يتبعها، مثل منحة 1.5 مليون. لحد الآن كثير من النازحين لم يستلموا، وبصراحة يعني ليس هناك عدالة في التوزيع. هناك مخيمات لحد الآن دا يعيشون ظروف صعبة جدا، يعني أي إنسان عندما يسكن في خيمة فهذا يعني شيء مزري جدا. حاليا عندنا احنا في مناطق سهل نينوى عندنا 3 مخيمات، يوتو، مخيم الخازر، ومخيم حسن شامي. هذه المخيمات بها حوالي 5000 عائلة لحد الآن
لم يعمل غير عائدين لحد الآن لكون ظروفهم في مناطقهم الأصلية صعبة جدا، دورهم مدمرة والحكومة لم تصرف لهم تعويضات لبناء دورهم وإعادتها لغرض العودة، حاليا يسكنون في المخيمات وظروفهم صعبة جدا. ضمن هذه المبادرة الجديدة للحكومة، حكومة السوداني، إن شاء الله نتأمل خير بإغلاق هذه المخيمات وعودة العوائل إلى مناطقها الأصلية لتلافي هذا الصعوبات التي يلاقوها حاليا. نعم، فيما يتعلق بعودة العوائل إلى مناطقهم، هناك بعض العوائل يتحجج بأنه عدم وجود الخدمات في المناطق، سواء كان في مركز قضاء الحمدانية ومركز ناحية برطلة، وبالإضافة إلى مراكز النواحي والأغذية الأخرى، لهذه ذريعة؟ الخدمات مهمة جدا، ولكن هي ليست ذريعة للعودة. حاليا هم يسكنون في خيم تفتقر إلى أبسط الخدمات، فعندما يعودون إلى مناطق من الأصل خدمات موجودة ولكن دورهم مدمرة ودورهم غير صالحة للسكن، يحتاجون إلى مبالغ تعويضية، وأغلب النازحين الحاليين الموجودين في المخيمات لم يستطيعوا العودة إلى مدينة الموصل لأن فرص عمل لا يوجد، وكذلك الإيجارات السكن غالي جدا هناك، فيرتئي أن يسكن في خيمة، لأن تدري المخيمات هناك بعض المنظمات تساعدهم في الحصول على المواد الغذائية والوقود، ويسكن بدون إيجار، والكهرباء موجود والماء موجود في المخيمات، فهذه هم تمنع من العودة. يعني على هذه المنظمات أن تقوم بمساعدة هؤلاء لغرض العودة وليس لغرض البقاء في هذه المخيمات. نعم، فيما يتعلق بالإخوة المسيحيين وكذلك الإخوة الفاتحية وبعض الشبك، لحد الآن لم يعودوا رغم توفر المسكن والخدمات. ربما الإخوة الفاتحية بيوتهم مهدمة، أما المسيحيين والشبك لم يعودوا. هل هناك بوادر للعودة؟ ولماذا لم يعودوا لحد الآن؟ هذه المكونات، الأقليات من الشبك والكاكية والمسيحيين، نسبة قليلة جدا هم موجودين يعني حاليا في مناطق النزوح، يعني في كردستان أو في بغداد وجنوب. بالنسبة لهؤلاء الأقليات، هناك بعض العوائل بيوتهم مدمرة لحد الآن لم يتم تعويضهم لغرض بناية والعودة إليها، وهناك الوضع الأمني مستقر جدا يعني في هذه المناطق في الحمدانية وقرى الشبكية الموجودة والقرى الكاكية، الأمن متوفر، ولكن الخدمات أيضا متوفرة، ولكن التعويض لحد الآن لم يستلموا مستحقاتهم لغرض إعادة دورهم والعودة إليها. نعم، فيما يتعلق بالإخوة اليزيدية، هل هناك قلة الخدمات أم هناك بعض المشاكل العشائرية ربما يمنعهم؟ بالنسبة للإخوة اليزيديين، ملف الإخوة اليزيديين وخاصة منطقة السنجار ملف شائك جدا، هناك تدخلات، هناك جهات مسلحة، مصدر قرار موحد لا يوجد، الوضع الأمني والوضع الغير مستقر في سنجار يمنع الإخوة اليزيديين من العودة بصورة يعني خاصة، لأن عندما يعود إلى مناطقه ولا يوجد الأمان، هناك كثرة الأجنحة المسلحة الموجودة وعدم التفاهم، هناك سنجار قضية شائكة بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم، وسنجار أصبحت يعني بؤرة لمسلحين غير مرغوبين في المنطقة. نعم، كيف ترى دور الحكومة الحالية في مشروعه غلق المخيمات سواء كان في إقليم كردستان بقية المخيمات من أجل عودة الحياة إلى؟ احنا نتمنى يعني بان يكون للحكومه وقفه جاده ومعالجه جاده لهذا الملف، ولكن ملف صعب جدا، لا يمكن يعني معالجتها بسهوله، يعني تحتاج هذه العوائل تحتاج الى العوده الى مناطقها، ففي هذه الحاله الدوله عليها ان تطلق مبادرات تعويضهم لغرض العوده، ولكن الحكومه انا ارى غير جاده في هذا المجال، أو حتى وإذا يعني بالإعلام أو أمام أنظار الناس الحكومة تحاول إعادة هؤلاء، ولكن هناك غير يعني جدية لا توجد في هذا المجال،
لأن وزارة الهجرة والمهجرين يعني صار لها فترة طويلة جدا يتكلم عن العودة، ولكن شيء ملموس لا يوجد لحد الآن. نعم، سؤال أخير، تخوف الأقليات من عودة العوائل النازحة في مخيم الهول. هناك عوائل في مخيم الهول قد كان له بالتماس مع بعض القيادات في العصابات الإرهابية، هل بإمكان الحكومة عودتهم وماذا تخوفهم أنتم؟ الأقليات بصراحة هناك مخاوف من عودة عوائل الدواعش في إلى مخيم الهول، لأن هذه العوائل يعني قد يجوز يكون حاضن للإرهابيين والدواعش المجرمين، وإحنا نعتبره بأنها قنبلة موقوتة قد تؤذي المنطقة وخاصة الأقليات، لأن الأقليات تضرروا أكثر من الباقين في أثناء النزوح ومن جراء سيطرة داعش على مناطقهم. نعم، هناك مخاوف من قبل الأقليات من وجود هذه العوائل، في عوائل اللي أتت من مخيم الهول إلى مخيم الجدع. هل ستستمر هذه الحالة؟ حاليا هي مستمرة الحالة، وإن شاء الله وإحنا نتمنى ونلتمس من الحكومة بمعالجة هذه الحالة وإغلاق هذا الملف الصعب جدا، وإعادة يعني من غير المعقول بأن هناك عوائل تعيش في مناطق يعني لا يوجد فيها أبسط مقومات العيش، وأهل ألوية المخيمات والخيم والمعسكرات معسكرات النازحين. إن شاء الله نتأمل من الحكومة بأن يكون جادة في هذا المجال. بداية بعد احتلال داعش لمناطقنا وخروجنا من هذه المناطق ونزوحنا إلى مناطق الجنوب والشمال، كل عوائل ذهبت إلى جهة معينة، وبعد 3 سنوات من المعاناة ومعاناة التهجير ومعاناة الغربة والبعد عن موطن الأصلي والسكن الأصلي، عدنا إلى مناطقنا وإلى مقر سكنانا السابق إلى محافظتنا ونواحينا وقرانا، وكان العودة بفضل القوات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب التي حررت مناطقنا من إرهاب الداعش، وكان وعدنا إلى مناطقنا وكانت العودة طبعا أكيد ميمونة، والآن نحن مستقرين في مناطقنا والقوات الأمنية مستقرة ومستتب الأمن في مناطق محافظة نينوى ومناطق سهل نينوى أيضا. نعم، رسالتك إلى الذين حد الآن هم في مخيمات النزوح. أكيد نطلب من العوائل الذي باقية في مخيمات النزوح العودة إلى مكان سكناها من السابق، ونطالب الحكومة بغلق ملف النازحين وعودة النازحين جميعهم إلى مقر سكناهم وإنهاء المخيمات لكي يستتب الأمن والاستقرار في جميع المحافظة مناطق المحافظة، وإنهاء ملف النازحين وعودة النازحين جميعهم إلى مكان سكناهم، لأنه منظر النازحين والمخيمات منظر غير حضاري ودائما يؤدي إلى الشؤم وإلى أنه يذكرنا بأيام الاحتلال، احتلال الداعشي لمناطقنا. كيف ترى البرنامج الحكومي بإنهاء ملف النازحين؟ أكيد نحن نشد على يد الحكومة من أجل إنهاء ملف النازحين وإنهاء دور المخيمات، مخيمات النزوح. دور الحكومي أكيد يكون دور إيجابي وإعادة النازحين، ونطالب من الحكومة أيضا دعم النازحين العائدين إلى مقر سكناهم بدعمهم بدعم معنوي أو دعم مادي وإسراع في إطلاق التعويضات للمتضررين من أعمال داعش الإرهابي. نعم، عند رجوعك هل
شعرت بالاستقرار؟ هل بدأت بالحياة جديد من خلال الإعمار رغم المعاناة؟ نعم نعم، هناك أمن واستقرار وأمن موجود بفضل القوات الأمنية بكافة صنوفها. الأمن موجود والأمن مستتب والوضع جدا مستقر، ونحن مرتاحين إلى هذا الوضع الآن بالوضع الأمني، أكيد أن الوضع الأمني، ولكن بالخدمات أكيد المواطن دائما يطلب من الحكومة أنه يكون يوفر له خدمات، يوفر له الكهرباء والماء والشوارع والأمور البلدية وأمور أخرى. الخدمات مهما كان، ولكن حال المخيم دائما يكون صعب في الشتاء برودة وفي الصيف حرارة كبيرة. في حال العودة النازح يكون حياة في منطقتي حتى لو كان في الخيمة ربما يكون أفضل. أكيد العودة إلى مناطق سكناهم، يكون يسكن في دار يكون مستقر مهما يكون نوع البيت الذي يسكن فيه، أكيد أحسن أفضل حال من الخيمة. الخيمة كل سنة لازم يتجدد الخيمة، ودائما يجي عواصف، يجي أمطار، يجي برودة، ويجي أثناء فصل الصيف الحرارة القاسية. هذه الخيمة يؤدي إلى أن ينتهي عمره في كل سنة، فأكيد البيوت المستقرة يكون أفضل من وضع الخيام. نعم، حاليا الخدمات ربما في مركز المدينة، سواء كان في مركز محافظة نينوى ومركز ناحية قضاء الحمدانية وبقية المراكز أفضل مما كان من سابق، هذه أيضا يفتح باب للعودة. نعم، الوضع أكيد الوضع في مركز الناحية وفي مركز القضاء وفي مركز مدينة الموصل الوضع جدا جدا طبيعي، وهناك أمن واستقرار من الوضع الأمني والوضع الاقتصادي لا بأس به، وهناك فرص عمل، يكون الإنسان يستطيع أن يبحث عن عمله أفضل من أن يبقى في داخل مخيمات لا تجدي نفعا ولا تنفع من برد الشتاء وحر الصيف. أنا كنت نازح محافظة أربيل ورجعت على بيتي، ومثل ما يقول عمرت بيتي ورتبت بيتي ورجعت على شغلي وعلى عملي واستقريت. ويعني أنا أخاطب النازحين اللي باقين حد الآن بالمخيمات، خلي يرجعون يا أخي، مستقر أكو فضل من الله، يعني أمن بجهود القوات الأمنية، أمن موجود، استقرار، السوق موجود، يعني محلات عامرة ما شاء الله، خلي يرجعون، ما عليش باقين، يعني كل واحد يرجع على بيته ويستقر، وأسألهم يعني وأدعوهم أن يرجعون، يكفي الآن. أنت إيش قد بقيت بالنزوح وبعد ما رجعت؟ بقيت 3 سنوات وأعتقد شهرين بقيت بربيل، فحالي حال هالأمة هذا، رحت ونزعت ورجعت والحمد لله والشكر استقريت، وهذا بعد ما عليش، يعني كل واحد منطقته، مدينته، محافظته، هو كله العراق واحد، ماكو فرق، بس احنا كل واحد مثل ما يقول يستقر ببيته، فخلي يرجعون على بيوتهم. شنو دفعك اللي ترجع على بيوتك؟ اكو امان، اكو استقرار، اكو جهود، مثلا ناس راحوا الشهداء، ناس يعني في سبيل الوطن، فهسه الحمد لله والشكر اكو امن واكو امان والنعمه من الله. حاليا يعني في ظل الحكومه الحاليه اللي دعت الى غلق كل المخيمات، انتم يعني هذه الخطوه، يعني هل خطوه ايجابيه من قبل الحكومه الحاليه؟ ايجابيه، وانا اشجعهم خلي يرجعون.
أنا رجعت واستقريت وقاعد ببيتي والحمد لله والشكر بشغلي وحان حال هالناس هذا نعمة من الله. أنت كنازح رجعت شنو يعني طالب الحكومة الحالية يعني حاليا اللي أنتم يعني تطالبون؟ الأمان موجود والاستقرار موجود والأوضاع الأمنية خاصة بفضل الحشد الشعبي المقدس وكذلك بقية القوات الأمنية، شنو اللي تطالب؟ نطالب حكومة أن يقبس يقدم لنا خدمات، تعويضات على أساس وعدونا بتعويضات، تعويضات ما أكل حد الآن. أنا صالي من 2018 بقدم حد الآن ما مستلم تعويضات، ومنحة ما مستلم 1.5 مليون ما مستلم، فخلينا نطول حقوقنا. طبعا طالب وزارة الهجرة ذات الهجرة والمهاجرين يعني خلينا نطول حقوقنا اللي هم قالوا احنا نعطيكم وما لحد الآن كل شيء ماكو. هاي 5 سنوات يعني راجع كل شيء ماكو. شلون تشوف أداء الحكومة حاليا يعني في ظل يعني خاصة تقديم العون للنازحين وكذلك إغلاق ما تبقى من المخيمات، كيف ترى الوضع الحكومة؟ الحكومة زين يعني الحكومة زينة وأمن موجود يعني خدمات شوية شوية عسير يعني أنا أدعوهم أن يرجعون كيف فيه. أنا أحد النازحين اللي نزحنا من مناطق سانينوى بسبب عصابات داعش التكفيرية، ومثل ما تعرفون اليوم رجعنا إلى مناطقنا بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس، والأمن والأمان متوفر والحركة التجارية والعمل جيد جدا والخدمات الماء والكهرباء والشوارع والخدمات كلش زينة الحمد لله والشكر. ونتمنى النازحين البقية اللي هم بالمخيمات وخاصة النازحي قضاء حمدانية وبرطلان يعودون لمناطقهم لأن جميع الخدمات متوفرة لهم، الماء الكهرباء جميع الخدمات متوفرة، نتمنى أن يرجعون إلى مناطقهم وإلى مناطق سكنهم الأصلية. نعم هناك بعض العوائل النازحة خاصة في المخيمات مثلا يتذرعون بأنه عدم وجود الخدمات بالإضافة إلى الأمان، هل هذه لا؟ الحمد لله والشكر الأمن والأمان موجود وبفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي والحركة التجارية بسهل نينوى وحاليا وبالموصل جيد جدا والأمان متوفر، والدليل على ذلك أغلب العوائل تبقى إلى ما بعد 12 ليلا في الموصل في المطاعم في المتنزهات في الكوفيات، الأمن والأمان متوفر الحمد لله والشكر. حاليا هل يعني منتم كنازحين اللي رجعتوا في الوقت الحالي يعني رجعت لعملك السابق وفتحت المحل وبديت بالعمل، هل هناك ضغوطات؟ هل هناك مثلا اي يعني ممارسه يعني تعيق عملكم؟ لا الحمد لله والشكر احنا هسه حاليا عن مارس اعمالنا وتجارتنا باتم الصوره، ودائما نحصل الدعم من القوات الامنيه والحشد والحمد لله والشكر فضل الله سبحانه وتعالى، ما اي ضغوطات ماكو علينا الحمد لله والشكر. شنو مناشدتك يعني خاصة في ظل الحكومة الحالية؟ والله ناشد توفير زيادة الخدمات وتشغيل العاطلين عن العمل والتعويضات والمنح 1.5 مليون طبعا نحن ما كنا استلمناها، فنتمنى على الحكومة انه تدعم العوائل اللي رجعوا على مناطقهم، دعم 1.5 مليون التعويضات المتضررين مثلا، والحمد لله والشكر الأمن موجود الحمد لله والشكر فضل من الله سبحانه وتعالى. التعايش بين العوائل ما بعد النزوح ما بعد العودة، هل عادت مثل ما كان المحبة والوئام والتعايش بين العوائل؟ طبعا احنا الحمد لله والشكر بسهلنا وخاصة بسهلنا وحكي لك متعايشين اخوة المسيحيين والتركمان والشبك والكاكية اخوان الكاكية واخوان اليزيدية عايشين بامن وامان، والدليل على ذلك اكو بيناتنا زيارات نشاركهم بافراحهم يشاركونا بافراحنا باحزانهم هم زي يشاركونا باحزاننا الحمد لله والشكر، هذا الشيء موجود احنا كشتلة ورد في سهل نينوى. داعش كان هدفه بانه النزوح بانه يشتت بين الاقليات ويشتت بين الطوائف الموصل، وخاصة بعد نقدم على تفجير الجوامع والحسينيات والكنائس وكذلك حاول بكل الوسائل، هل استطاع هذه بعد عودتكم؟ هل رجعتم مثل سابق ام اقوى من سابق؟ رجعنا مثل سابق، واذا اقول لك اقوى صار بعد
لأن شنو داعش راد يشتتنا. الحمد لله والشكر احنا جمعنا مرة الأخ وفضل من الله سبحانه وتعالى سنتعامل مع المسيحي كأخ، نتعامل مع اليزيدي كأخ، مع الكاكي كأخ، مع التركماني، مع الشبك، والدليل على ذلك اكو تزاور بيناتنا، اكو روحة جاي بيناتنا، والحمد لله والشكر احنا بيناتنا علاقات مشتركة، عايشين بهالبلد بأمن وأمان الحمد لله والشكر، فضل من الله سبحانه وتعالى. والله جينا اليوم طبعا رجعنا كنا نازحين، رجعنا على ديارنا وكان شوية اكو خربطة وهذا تعمير، كملنا بيوتنا الحمد لله حاليا مستقرين ودنيا امان. نطالب هذول اللي موجودين نازحين خلي يرجعون الى ديارهم، انه يعني منطقة سليمة ومنطقة امان. ونشكر الوزارة الهجرة والمهجرين بانه استقبلونا ورجعونا الى مكاننا. شلون شفت الوضع من رجعت؟ والله شفت الوضع الحمد لله هسه حاليا امان وشغل موجود والمحلات مفتحين كانما ماكو اي شيء. داعش قدر يعني يقرب هاي النسيج الاجتماعي بين المكونات؟ يعني هسه في حال الحاضر لا، هسه حاليا لا ماكو كل شيء، الحكومه موجوده، الامان موجود، وال يعني طبعا حتى الاعمار والحكومه يعني اي منطقه بمنطقته عيجي هسه حاليا تبليط وهذا كامل. شنو يعني من حاليا اللي تناشدوا مثلا، خاصه انتم من العوائل العايده مثلا تقدم لكم الحكومه مثلا مساعدات وخاصه التعويضات وكذلك منحه المليون؟ اي والله نطالب من الحكومه بانه ينطينا حقوقنا وينطينا، عندنا منحه مليون ونص الى حد الان اغلب العوائل ما ماخذته. نعم. ونطالب الحكومه انه يسندنا، انه احنا مثل ما يقول رجعنا هنا. طبعا يعني اكو قسم راجع جديد شغل ماكو، يعني يريدون دعم من الحكومه. الاستقرار الاستقرار. من رجعتوا بيوتكم كان مسروق ومهدم وكل؟ نعم رجعنا على بيوتنا، حتى الوايرات مال الكهرباء كانوا كنسحبوه كن ماخذينه، يعني رجعنا تقريبا هيكل وقسم اغلبيه البيوت محروقه. ومنذ سنوات يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات سواء كانت في محافظة نينوى أو في إقليم كردستان العراق، ولكن الحكومة الحالية سرعت العملية بشكل كبير خلال العام الحالي لإنهاء ملف النزوح وبشكل نهائي، ويعتبر ملف النزوح من أولويات الحكومة حاليا. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.